الإنسان يواجه أحداث في حياته ويواجه أمور بحياته. لما يواجه أمور بحياته بكلها يحتاج إلى صبر وقوة تحمل. بس تقولي شلون يعني؟ أجيب لك بعض الأمثلة. إنسان يواجه أموراً تلائم طبعه وتلائم رغبته كون يصبر عليها، وإذا ما صبر عليها بعض الأحيان تأخذه للهلاك. هسه تقول لي مثل شنو؟ رب العالمين يرزقك أولاد كثر، وعادة الآباء يحبون الأولاد لو ما يحبوه، يحبوه ويلائم طبعك لو ما يلائم، يلائم ويلائم رغبتك لو ما يلائم. هذا الأمر رب العالمين رزقك أو أموال، هم أولاد هم شنو؟ أموال. رب العالمين لما يرزقك أموال هذا شيء تراغب بيه أو ما راغب بيه؟ ها؟ راغب بيه، راغب بيه، أموال وأولاد و... رب العالمين ينطيك صحة، الصحة أنت راغب بيها أو ما راغب بيها؟ تلائم رغبتك أو ما تلائم رغبتك وطبعك؟ تلائم. رب العالمين ذني كلهن ينطيك إياهن، كلهن ينطيك إياهن. إن أنا رب العالمين من ينطيك إياهن أنت تحتاج إلى صبر عليهن أو ما تحتاج إلى صبر عليهن؟ ها؟ إذن كلهن مسؤولية، الأولاد اللي أعطاك إياهم مسؤولية، والأموال اللي أعطاك إياها مسؤولية، والصحة اللي أعطاك إياها مسؤولية، وكل شيء أعطاك إياه إلى أم رغبتك هو مسؤولية، وأنت يوم القيامة هم راح تحاسب عليه. فإذا تعاملت وياهن بشكل صحيح فنور على نور. أما إذا ما صبرت عليهن، مو أنت حشاك، إنسان آخر ما صبر عليهن وتعاملوا وياهن بشكل مو صحيح، فالأموال صرفهن بغير حلهن، والأولاد سببوا انحراف عن الصراط المستقيم، والصحة استغلها في غير مكانها الصحيح، راح يصير بلاء عليه أو ما يصير بلاء؟ ها؟ يصير بلاء عليه. ويوم القيامة هم راح يتعاقب عليهن. ولهذا الأمر يحتاج إلى شنو؟ صبر. الأمر يحتاج إلى شنو؟ صبر. بحيث الإنسان ذني كلهن يوظفن بطاعة الله. إحنا نريد الصحة، نريد الصحة، ونريد الأموال بالحلال طبعاً. الأموال تحفظ ما يوجهك وتحفظ ما يوجه عائلتك بالأموال، والأموال تساعد بيها فقير، والأموال تساعد لك بيها مريض، والأموال تبني لك بيها مدرسة، والأموال تبني بيها مستشفى، والأموال شنو بعد؟ تبني بيها مسجد، والأموال تبني بيها حسينية، والأموال تبني بيها مبرة خيرية، والأموال تساعد بيها يتيم، والأموال والأموال والأموال، وهي كلها صرف الأموال في محلها يوم مو في محلها. الأموال تحافظ بيها على ما يوجهك. أنا شفت رواية من باب الشيء بالشيء يذكر، إمامنا الصادق الظهر يزرع نخل، واحد شافه من أعيان المدينة قال له مثلك يا ابن رسول الله بهالظهرية هاي، وانت سيد المدينة وانت سيد العرب والعجم وانت سيد قريش، مثلك هالشخصية العظيمة بهالظهر هذا يزرع له نخلة وتتصبب عرق وانت جعفر ابن محمد الصادق؟ الإمام قال له أنا أزرع هاي النخلة حتى أستغني عن أمثالك. حتى شنو؟ أستغني عن أمثالك. الأموال لما تصرف بمكانها الصحيح خير، ولهذا القرآن يعبر عنها خير. آية الوصية إن ترك خيراً، الميت إن ترك شنو؟ خيراً. خيراً يعني شنو؟ أموال. القرآن يسميها خير. بس كون الأموال تؤخذ من حل وتصرف في حل، لا تلهيك عن الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا تلهيك عن الله، هنا الأصل، أخذها من حلال أحل الله البيعة وحرم الربا، أخذها من حلال
تجارة بيع، منو يمنعك يا عيوني؟ منو يمنعك؟ من يمنعك؟ صير أكبر تاجر بالدنيا، من كيف؟ نفرح، والله نفرح، نفرح. حتى تساعد الناس بأعمالها الخيرية وتدير بالك على إخوانك المؤمنين، نفرح بالحلال، بالحلال، خذها من حلال، اصرفها بحلال. أنا شفت رواية عن إمامنا الصادق، الآن ما أستذكر نصها مع الأسف، مطالعات قديمة فنتيجة، بس مضمون الرواية. الإمام يقول من أسعد الناس، من أسعد الناس، الإمام يقول من أسعد الناس، منو يا ابن رسول الله؟ يقول ما مضمونه اللي الناس تعيش بأمواله، هذا من أسعد الناس. يعني شلون تعيش بأمواله؟ عنده فلوس حلال، يدخل بتجارة، سوي له مشروع، لما يدخل بتجارة يشغل المؤمنين، لو ما يشغلهم يشغلهم، فلما يشغل المؤمنين هم هم يرتاحون، يصير عندهم رواتب، يحفظون ما يوجههم، يعيشون عوائلهم. الإمام يقول هذا من أسعد الناس، اللي يخلي الناس تشتغل، هذا من أسعد الناس. الإمام يقول عليه السلام بالحلال، من يمنعك؟ من يمنعك بالحلال؟ الخلاصة، بعض الأحيان الإنسان رب العالمين ينطيه ميلاءً طبعه، كون يصبر على ذلك، لا يطلع عن الخط، لا يطلع عن ضابطة الحكم الشرعي. الحلال والحرام خلي يبقى حكمه، لا يخبص روحه ويتكبر ويقول بعدكم انتم بهاي السوالف، هذا حلال وذاك حرام. إذا قال هاي الحجاية معنى ألهاكم التكاثر، معنى راح صاحبنا. إذا بدأ يستهزئ ويسخر من الأحكام الشرعية قول راح، إبليس استحوذ عليه من خلال الأموال، يو الأولاد، يو الصحة، يو بقية الأمور، استحوذ عليه إبليس. وين ما توصل اسأل عن الحكم الشرعي، يقول هذا حلال يو حرام. الحكم الشرعي هو الضابطة اللي يكون نمشي حياتنا كلها عليه، الحكم الشرعي مو محل سخرية وتندر، حكم الشرع نازل من الله تعالى على حبيب المصطفى وبكتاب الكريم العظيم القرآن الكريم، هذا كون يحترم في الواقع. هذا مورد من وارد نواجهه بالحياة، كون نصبر